انتوا مين؟ الحمد لله على السلامة وأجر وعافية إن شاء الله. الله يشفيك حبيبي. السلام عليكم. قعدنا أيام. قعدتوا أيام في المدرسة؟ أنت تعرف. أجر الصليب الأحمر. جاء في خطر معي. المدرسة قالوا لنا لازم تطلع منها في ناس طلعوا كثير طلعوا منها بعدين سألت في المدرسة طلعوا منها أكثر من نصف أكثر من؟ قال 700 واحد من اللي ضلوا في المدرسة قالوا أننا أكل مية مكان يكلنا برا المبنى خبر برا المبنى يعطينا بطنا المبنى بدي يجينا شمال برا كل أصابنا بدي يجينا شرايا يعني الناس أصابوا جدنا من أصابة المرة أصاب الزلمة والمية هل أنت كنت جوا ولا برا؟ كنت برا. أنت من وين؟ من بيت حمص. يلا تبغى بعد يا بعدي هدية ويا أوكي. أيضا نجي تتوصل نتوصل على المكان نجيب لكم بصل نتوصل على المكان نزلني برا من البروفيسور لا يخطب بالطبع يا دكتور شكرا لك أنا روحت صليب الأحمر بس كنا خمس مدفعية واحنا قاعدين خشنا علينا المدفعية هو المدرسة جوا الساعة خمس مدفعية بقينا قاعدين ورا اخواتي ايش صار وش هو وش استشهد واخدي عندك راس اشهد قدام وخيط صار وصفر قلب الصار وبعدين لما احنا بنبدا تتكلم عنا ملاقي ساعة اول ساعة ما ادوش صار يدوب على ساعة كداي سام كبر هي ما ليش ما قدرش ولا ما قدرش من محمد ودان على ساعه على ساعه بعد المدرسه كم من اخو تاني انا احنا عندنا 10 انت العاشر ولا انت العاشر كلكم 10 وديش لكم في المدرسه 3 ايام